لانه بيستتبع ان انت ممكن تدور على ما يسمى بالايموشنال بيمنت. اوكي، قد يكون enough emotional payment للسبلاير بتاعك ان انت تقول له احنا ما نقدرش نستغنى عن خدماتك يا استاذ، انت مهم جدا بالنسبه لنا. This is an emotional payment. اوكي، part emotional payment انه قدامك داخل بيزعق وبيتخانق be calm and listen. That's an emotional payment. سهل جدا اللي داخل في وشك بيزعق ان انت تقوم هابب في وشك، انت بتكلمني كده ازاي؟ سواء اكبر منك او اصغر منك او زيك، عادي جدا. اوكي؟ طب does this solve anything؟ ولا eventually ده معناه ان احنا نطحنا بعض احنا الاثنين؟ انت ممكن في الاخر بعد ما هو يزعق 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 يزعق. انا اسف جدا ان انا كنت عصبي معاك كده، معلش انا يا ريت لو تعذرني. هو لوحده من غير ما انت تتكلم. Okay, we always need emotional payments, لأن we are emotional beings. خلاص، مش كفاية إن it's good for me and good for you بالورقة والقلم. How much does this satisfy me emotionally and satisfy you emotionally؟ قد يكون emotional payment مثلا الموضوع اللي احنا نعمله ده هيفيد البلد جدا. لو اهتمينا بالحته دي هتسبب لمصر مستقبل رائع. This is an emotional pain اللي هي بيسميها دانيال بينك، اللي هي ان انت ما تحط ما يسمى ب purpose. كنا اتكلمنا شفنا احنا دانيال بينك لما شفنا فيديو بتاع دانيال بينك في الموتيفيشن مش كده، وقال لك انت محتاج تحط purpose for what's being done. صح، هو ده it's an emotional payment. Purpose is an emotional payment and a continuous emotional payment. خلاص، and so on. Focus on what can you pay that can be considered an emotional payment بالنسبة للطرف. حتى لو كان مجرد ان انت تسمع لغاية ما يخلص كلامه وانت تقول له على فكرة كان انت تقوله ده مش عاجبني، بس انا حبيت ان انت تخلصه لغاية الاخر عشان تقول كل اللي عندك. تعال بقى نتكلم. اوكي، تعال. طيب common sense. خلاص، مش كل السواقين اللي اتعاملت معاهم هي طبقة السواقين دي كده، كل المهندسين اللي اتعاملت معاهم مخهم ضارب، فيبقى اي مهندس هتعامل معاه يبقى مخه ضارب. لا، حتى لو ضارب في كونديشن، في كونديشن تاني هو محتاج ديفرنت ابروتش. اوكي، مش كل التعميم. اوكي، وبالذات التعميم يمكن احنا ما بنحسش بيه قوي هنا المرتبط بالستيريوتايبنج. هوفر احنا عندنا برضو كايند اوف ستيريوتايبنج، المنايفه والضمايطه والقصايطه. لما قلت الثلاث كلمات دول افتكرتوا ايه؟ صح؟ That's a stereotype. Haven't you ever met واحد من الثلاث اماكن دول عاملك بكرم كده وفتح لك بيته انا شخصيا انا قابلت كتير. اوكي؟ لكن ما زال الستيريوتايب موجود. Stereotype are natural. خلاص، they are natural. okay, whether you like it or not. النقطة بقى مش are they good or bad, how much do I react according to stereotype. okay, I shouldn't give it more than its value. بمعنى ايه؟ بني آدم معدي خلاص and fits a certain stereotype and there is not, there isn't a relationship that's going to be يعني ايه created بيني وبين. It's a good starting point في التعرف عليه. Start from the stereotype. The stereotype usually لو كان stereotype بجد يعني بمعنى ان هو based على statistics او based على some research
It's a good starting point, the average. خلاص؟ بس recognize ان لازم انت تبقى conscious enough ان this is the average doesn't mean ان everybody is at the average. Okay؟ فبس be aware of it. خلاص؟ لان مش كل الناس حتى نفس البني ادم مش في كل المواقف بيتصرف بنفس الطريقة. عشان كده every situation is different. تمام؟